طيب نروح للكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخبنا الوطني مواليد 2006. تحياتي ليك يا كابتن محمد. كابتن اسامه الله يخليك الله يحفظك. سامعني طبعا وانا بتكلم في القضيه المهمه دي، قضيه اللاعبين المصريين اللي بيحملوا جنسيه مزدوجه في الملاعب الاوروبيه. ازاي شاف الموضوع ده؟ والنهارده هل عندنا لعيبه يا كابتن وهبه كمان ممكن تنفع منتخب مصر الناشئين لحضرتك متولي مهمه منتخب مصر الناشئين؟ هو فعلا احنا بفضل الله اتحركنا في المنطقه دي من فتره وعملنا ملف كامل وعندنا اسامي لاعيبه موجودين بيلعبوا في هولندا وبيلعبوا في المانيا وبيلعبوا في اسبانيا وبيلعب في انجلترا. وفعلا المنطقه دي مهمه جدا لان الاولاد دولت بيبقوا عندهم تاسيس جيد جدا وعندهم كاركتر برضك شخصيه بتفرق جدا. كويس. وخبرات بتبقى بحكم الاحتكاك برضك طيبه رغم انهم سنهم صغير لكن احتكاكهم بيكون على مستوى عالي. حقيقه. الملف ده احنا فعلا واخدينه باهتمام كبير جدا. في الاول وفي الاخر هم ليهم فرص زي الاولاد اللي موجودين هنا. والقصه كلها محتاجه مننا سعي عشان نوفر لهم الوقت والفرص ان هم يكونوا موجودين في وسطنا. ان شاء الله باذن الله التجمع الجاي لمنتخب مصر في تقريبا من 5 6 لاعبين هيكونوا موجودين باذن الله. بتتابعهم على طول يا كابتن محمد؟ احنا بنتابعهم عن طريق اولياء امورهم والفيديوهات اللي بيبعتوها لنا، ده المتاح حاليا. حلو قوي. طبعا دولت ما بنديلهمش ماتشات لكن احنا طلبنا من اولياء امور معانا ايميلاتهم نتواصل معاهم وبنتواصل مع كان في برضك للامانه حد مهتم جدا بالمنطقه دي وجاب لنا اكتر من معلومات عنهم. كويس. والملف ده كان محل اهتمام كبير في الاتحاد وعرضنا الموضوع على المهندس احمد وهو ادانا ضوء اخضر ان احنا نتعامل مع الموقف ده باهتمام لانه فعلا الاولاد دولت ممكن يكونوا اضافه كبيره جدا لمنتخبات مصر. حقيقة. الناشئين والشباب وان شاء الله الاول باذن الله. ان شاء الله. وانا بتكلم دلوقتي عندنا موهبه مواليد 2007 بيلعب في نادي ليفربول كريم سامح. كريم سامح برضه تمام يعني الاسم عند حضرتك ولا ايه؟ بالظبط بالظبط كده ليفربول بالظبط. احنا عندنا كان لسه في لعيب في اسبانيا وفي ليفربول في لعيب وفي المانيا في 3 وفي هولندا في 2. هي القصه كلها يا كابتن اسامه ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه برضك لان دي مش متاحه قوي ان احنا نحاول نتفرج عليهم عندهم يعني ممكن يجونا ولو في امكانيه ان احنا نتفرج عليهم وهم بيلعبوا ماتشات هناك برضك الدنيا تبقى بالنسبه لنا رؤيه افضل. لكن انا ان شاء الله في الحسبان ان احنا في المعسكر اللي جاي هيكون اطول شويه فباذن الله هندعي تقريبا من 6 ل 7 لاعبين يكونوا موجودين معانا. ودي خطوه جيده يا كابتن. طب شاف الجامعه التونسيه وهي اهتمت بالامر ده منذ فتره وعملت لها لجنه بنشوف حنا باعل في المنتخب التونسي في كاس العرب وفي لعيبه كمان جايه في الطريق، شاف التجربه دي ازاي كمان؟ هي تجربه عشان بقول لحضرتك من شويه هي حاجه مميزه جدا لان الاولاد اللي دولت الاحتكاك بالمدارس الاوروبيه اقوى بيديهم بيديهم افضليه في كويس في اكتر من حاجه بدني بتلاقيه متاسس كويس جدا تاكتكس بتلاقيه عنده نولج كويس جدا في المنطقه دي لان الاحتكاك قوي بيسمع وخبرات يعني منطقه اللي هو عايش فيها والمناخ اللي عايش فيه بتخليه عنده حاجات هيجي في وسط اولادنا ممكن بالتاكيد يبقى اضافات مش في الكوره بس حتى في الشخصيه في التعامل في الانضباط الحاجات دي كلها في السن ده الاولاد مع بعض بيبقوا مؤثرين جدا فهي من كل المجالات هتبقى مفيده. ده رقم واحد. رقم اثنين اساسا في الاول وفي الاخر هو مصري حقيقه هو بيبقى سعيد جدا لما يجي منتخب مصر. ولي امر بعت لي بيقول لي انا ابني فرحان جدا لما عارف ان انتم متابعينه وعايزين تعملوا دعوه. قلت له ده واجب علينا واحنا اللي بنسعى ان اولادكم يكونوا موجودين معانا دول في الاول وفي الاخر اولادنا. تمام. من حقهم ان ياخدوا فرص فان شاء الله احنا المنطقه دي محل اهتمام كبير جدا وان شاء الله هناخد خطوات كويسه. واحنا ان شاء الله هنتابع معاك الفتره الجايه الملف ده يا كابتن وهبه. فرصه وحضرتك موجود معانا برضو طمنا على منتخب مصر الناشئين. النهارده كان اليوم الاخير في المعسكر، حضرتك اقمت معسكر 3 ايام وما شاء الله دلوقتي شغال في اكتشاف اللعيبه 2006 وكمان الكابتن وهبه بالاخص وجهازه الفني بتلف على كل الملاعب وبتلف على كل المباريات. صحيح. احنا الحمد لله احنا عارفين احنا في مأموريه مهمه جدا لان 2006 ولاد في مرحله مبكره في خبرات عايزين خبرات في كل المجالات سواء على الجانب التكتيكس سواء على الجانب المهاري سواء على التنميه الشخصيه التنميه العقليه فدي منطقه مهمه جدا. ولكن كان يهمني جدا الفتره اللي فاتت ان احنا ندي فرص للناس كلها. فبدانا نروح نتفرج على التمارين في معظم الانديه سواء ممتاز او دوري ممتاز به او حتى درجه ثانيه وثالثه ما عندناش مشكله الولد جاي منين. كويس. النهارده كان عندنا لعيب جاي من لافينا
سمعنا عليه، بعتنا جبناه، لعب معانا الماتش. المعسكر ده عملنا فيه 16 لعيب جديد غير القوام اللي موجود اساسا عشان ندي فرصه للناس كلها، والحمد لله رب العالمين. بنكون سعداء جدا لما نلاقي خامه طيبه، لان ده بالنسبه لنا بيبقى اضافه. ان شاء الله تكمل، لان لغايه دلوقتي الاجنده بتاعت المنتخب مش واضحه. في فرصه للشغل ان شاء الله. انا اتمنى ذلك. ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا عشان نقدر يبقى لنا تاثير ايجابي على الولاد دولت فعلا. يعني احنا في خلال الفتره اللي فاتت دي مثلا عملنا على سبيل المثال قياسات بدنيه فرديه بتفرق جدا. قياسات بدنيه فرديه لكل واحد، غير قياسات بدنيه للفريق. فرديه لان كل لاعب في السن ده النواقص بتاعت كل لاعب، ايوه كل واحد غير الثاني مختلف حقيقه، وهو في مرحله نمو محتاج يتاسس كويس عشان حتى يبقى قوي، وكمان عشان يتجنب الاصابات. يعني في اتجاهين، فالحمد لله رب العالمين احنا يعني في حتت بنحاول نتحرك فيها، لكن محتاجين طبعا مساحه زمنيه اطول ان شاء الله، لان دول التجمعات بتفرق حتى في الالفه بين الولاد وبعضها. والحمد لله انا شايف المجموعه اللي معانا مجموعه طيبه جدا، منضبطه جدا. طب طمنا على لعيبه الاهلي بقى، فرصه حضرتك موجود معانا لعيبه الاهلي. انا النهارده احنا بنتكلم منتخب مصر بالاشمل، لكن برضو طمنا على مستقبل الاهلي. لا ما شاء الله الولاد عندنا كم ولد من النادي الاهلي، قامات طيبه جدا، وولاد ما شاء الله يعني يشرفوا طبعا. ان شاء الله هتلاقي منهم عناصر باذن الله، بس اهم حاجه تاخد الفرصه ان شاء الله. دي مهمه جدا، لان ممكن ناشئ ما يبقى لعيب كويس في مراحل سنيه معينه وبعدين ما يحصلش متابعه، فيقدر ان هو ما يكملش. النادي الاهلي طبعا بيبقى عاوز بحكم انه بيلعب على بطولات على طول، فبيبقى عايز اللعيب مستوى اعلى او مستوى مميز على اللي موجود فوق عشان يبقى اضافه. فانا اعتقد باذن الله النادي الاهلي عنده كم عنصر طيبين جدا، وان شاء الله مع الوقت باذن الله يحصلوا يلعبوا فريق اول ومنتخبات باذن الله. ان شاء الله. احنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن وهبه، ونتمنى لك كل التوفيق، ودايما احنا هنا في الاشبال بنكون في ظهر كل المنتخبات.